نظام وزاره الصناعه والتجاره هم اللي بقروا، احنا شعب محترمين ما بدناش بالناس. شو بقروا احنا ماشيين معهم، احنا مع الحكومه. والله ان كان في انخفاض بصير انخفاض كمان على الشباب، يعني اللي زي السرابيس هذول بترزقوا تنكة البنزين 20 دينار، بصير انخفاض بيشتغلوا، هسه هم بيشتغلوا بنزين، خدمة وطن هيك بيشتغلوا. عالميا ما بعرفش بالنسبة لعالميا. إن صار عالميا بده ينزل عنا. نزل عالميا بده ينزل عنا بعمان. يعني مفهومة معروفة. هو دائما بنخفض يعني تعريفه فلسات، وبرتفع يعني 10 قروش 15 قرش، يعني فرق بالربع يعني. إن فترة والله الكنين، لا واحد بجيب بنزينه، لا مصروفه، لا مصروف سيارته. يعني خلص بس حرق بنزين بشكل عام. يعني دائما بيقولون انخفاض عالميا، اردنيا يعني دائما مرتفع. ليش اردنيا يعني بيختلف؟ والله لا اتوقع، ما شاء الله على مسؤوليننا الارتفاع عندهم درجة اولى. شعور مع المواطن لا ترد، ما في ولا باي شيء. بعدين تعال يا زلمة، وصلت تنكة البنزين على 170 دولار وما تعدت ال 14 دينار، وفوق ذلك ترفع لي أسعار سواء رز ولا بنزين ولا ديزل ولا سكر، هذا ما بيكفي. وغيرنا عايش متهني، مو داري عن الأسعار ولا داري عن الغلاء، حرام عليهم. الشعب له طاقة معينة يكفي، لكن ما في أمل. أنا مش شايف إنه مش واحد، ما الواحد مش حاسس أمل إنه في راح يصير انخفاض بالبنزين. البنزين مؤثر على كل شيء، مثلا المي، فاتوره المي كانت شو اسمه كل 3 اشهر، هسه شهريه. تعالج معها شهريه على 3 اشهر بتطلع بزياده ضعف او ضعفين عن ايش، عن كانت الدوره كل 3 اشهر. ففي شيء مش صح، مش مزبوط. شو اللي بصير ما حدا عارف، يعني ليش هيك بصير ما حدا عارف برضه، يعني شو تفسير الشغلات الغلا هذا ما حدا عارف. يعني الاوضاع الناس تعبت، يعني احنا بنروح بنيجي بنطلع بننزل، فعن جد يعني بنشوف مواقف بنستغرب منها.